محل جماعه الاخوان المسلمين. المفروض عشان في الايام دي هم يعني هم دلوقتي هم الناس دي اصلا ما قد ايه يعني عشان بيحاربوا بلد كامله واقفين قدام بلد كامله وشايفين ان الدنيا استقرت خلاص بيعملوا ايه تاني؟ انت فاهمه؟ بس هو ده الحوار اللي احنا بنتكلم فيه. ويا ريت كان زمان اتحل الكلام ده كله، مفيش اي حزب ديني يتعمل غير لما بتحت رقابه كامله من البلد نفسها يعني واي مؤسسه تشمل البلد كامله يعني الناس اللي بتعمل ايه شغلها ايه؟ تمويلها منين؟ انت فاهمه؟ بس تقول ايه الفريق سيسي وجماعه الاخوان المسلمين؟ هو السيسي ده ماشي تمام يعني حتى يعني خطواته كلها كويسه بصالح البلد حتى يعني ان هو ما بصش الناس ان هو لا هو اللي ماسك البلد وهو اللي عامل البلد وهو اللي عامل البلد لا هو تمام كده زي الفل. جماعه المسلمين يهدوا بقى شويه خلاص. عايزينهم اصلا عايزين نشوف خلافهم. تمام للابد ولا لفتره مؤقته؟ لا للابد 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 للابد. اصل دول خيانه في طبعهم من نشأتهم لحد النهارده. راجعوا التاريخ هتلاقيهم طول عمرهم خاينين وعطارين وطبعهم الدم والعيال. مش ما ينفعوش بلدنا، احنا بلدنا بلد امنه وناسها طيبين. ما ينفعش الاشكال دي ما تنفعش معانا. لازم تتحل لها ارهابيه. بس عايز ايه تاني؟ طيب انت في ناس بعض الناس بتقول ان هو حل جماعه الاخوان جمعيه الاخوان المسلمين تتحل بس مع وجود والقيادات بتاعتها بتشيل مع وجود حزب يمثل الشباب الاخوان بحيث ما يحصلش اقصاء. ممكن حاجه زي كده تصير. رافض للقرار؟ انت مؤيد لحل جماعه الاخوان المسلمين؟ رافض 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 حلها. ليه؟ كلها ليه؟ هو القرار ده اشمعنى طلع دلوقتي اساسا؟ عشان هي جماعه ارهابيه. لا الجماعه دي مش جماعه ارهابيه. تمام. الجماعه دي مش جماعه ارهابيه، كلام ده كله. في البلد والارهاب اللي هم بيعملوه مش مصريين هم يعني. يعني انت مع حل جماعه الاخوان المسلمين للابد ولا عندك حل بديل للحكايه بحيث ان هو ما يحصلش عنف او ايه؟ يعني احنا ممكن نعمل اعداد يعني منهم لصالح. يعني لو رفضوا يعني واستمروا هم عايزينه يعني ممكن نمشيهم يعني نحلهم خالص.